النشرة الرياضية من الميادين، أهلا بكم. بايرن ميونخ يخسر رسميا قائد الدفاع ماتس هاملز خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. الدولي الألماني يعاني من تمزق في أربطة الكاحل الأيمن وبات في سباق مع الوقت ليكون جاهزا لمباراة الإياب في 18 من نيسان أبريل المقبل، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس الدولي الألماني مانويل نوير بعد إجرائه عملية جراحية في ساقه. وفي ظل موجة الإصابات تلقى جماهير البافاري خبرا سارا بعد إعلان عن عودة توماس ميلر إلى التدريبات ومشاركته أمام الريال. حارس المرمى الإيطالي سالفاتوري سيريغو يدخل دائرة اهتمام بايرن ميونخ من أجل تعويض رحيل الحارس الاحتياطي سفين أورليخ. حارس باريس سان جيرمان معار إلى أوساسونا الإسباني يقدم أداء لافتا في لا ليغا، ما دفع إدارة البافاري بالتفكير في التعاقد معه كاحتياطي للحارس الدولي الألماني مانويل نوير. بطل ألمانيا وضع في خياراته أيضا التعاقد مع حارس هامبورغ الألماني روني أدلر. لاعب كالياري اليافع هان كوانغ سونغ يدخل تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه بعد أن أصبح أول لاعب من كوريا الشمالية يسجل هدفا في سيري أي. ابن 18 دخل كبديل قبل 10 دقائق على نهاية المباراة ونجح بافتتاح سجله التهديفي في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع. هدف هان لم يجنب فريقه السقوط أمام تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والآن ننتقل وإياكم إلى جولة الصحف مع محمد جرادي. شكرا، السلام عليكم مشاهدينا. البداية من حملة التضامن التي أطلقها عدد من لاعبي الدوري الإيطالي مع أطفال سوريا. ذا صن الإنجليزية كتبت باولو ديبالا يرتدي قميص مكتوب عليه كل أطفال سوريا أطفالي، في خطوة لاحقة لما بدأ به توتي. وفيها أيضا نقرأ: أبرا يشعر أنه بنجامين باتون، حيث شبه مهاجم مانشستر يونايتد نفسه بالشخصية العلمية الذي يمضي نموه البيولوجي بعكس الطبيعة فيولد كبيرا وكلما تقدم في السن يزداد شبابا وتألقا، وذلك على خلفية تسجيله 250 هدفا منذ بلوغه عامه 30 حتى اليوم. أسأل الإسبانية سلطت الضوء على خطأ زين الدين زيدان أمام أتلتيكو مدريد بتبديله إيسكو مع توني كروس في تكرار للخطأ نفسه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. ومن جملة الأخطاء التكتيكية التي ذكرتها له إخراجه مودريتش أمام أتلتيك بلباو ما أفقد الريال السيطرة على زمام المباراة. صحيفة كورييري ديل سبور الإيطالية على غلافها كتبت: فوز عظيم أمام لاتسيو المستسلم، ساري في المركز الثالث ويستهدف روما، الانتر يسقط، يا لها من عاصفة ضد بيولي، الميلان يفوز بربعية أمام باليرمو ويقفز للمركز السادس، يوفي يمكنه الفوز بالثلاثية، هيا نقصي بارسا. عربيا صحيفة عقاد السعودية عنونت: مضوي يزيد جراح الوحدويين بشكوى للفيفا، حيث رفع المدرب الجزائري السابق للوحدة طلب ب 300 ألف دولار وذلك بعد أسبوع على تسوية قضية المهاجم لوكاس بدفع 600 ألف ريال سعودي. إلى الشروق الجزائرية وفيها نقرأ: رئيسه هاني أبو ريدة يكشف الاتحاد المصري هو من دبر حادثة الاعتداء على حافلة الخضر عام 2009، حيث فتح رئيس الاتحاد المصري النهر على الرئيس الأسبق سمير زاهر متهما إياه بتدبير حادثة الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري قبل 8 سنوات عشية مواجهة التصفيات المزدوجة. الختام من اليوم السابع المصرية وفيها: الزمالك يعلن الحداد على ضحايا كنيستي مار مرقس ومار جرجس، ورئيسه مرتضى منصور يطلب من ريدا إيقاف المسابقات حدادا. وفيها أيضا نقرأ: دقيقة حداد في مباراة المقاصة والمقاولون على شهداء طنطا والإسكندرية. مع اليوم السابع المصرية نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة، عودة لمتابعة النشرة. شكرا لك محمد. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أحرز جيمس هاردن ثلاثيته المزدوجة 21 هذا الموسم في ليلة فوز هيوستن روكيتس على مضيفي ساكرامنتو كينجز. هاردن تألق أمام أصحاب الأرض وسجل 35 نقطة مع 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليمنح هيوستن فوزه 54 هذا الموسم. هاردن بات ثاني أفضل من يحقق الثلاثية المزدوجة في الـ
NBA هذا الموسم بعد نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر ريسل ويستبروك الذي دخل تاريخه بعد كسر رقم أوسكار روبنسون بعد نجاحه في 42 ثلاثية مزدوجة. وبرغم إحراز ثلاثية مزدوجة جديدة فشل ليبرون جيمس في قيادة كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على مضيف أتلانتا هوكس وسقط بفارق نقطة بعد شوط إضافي. الملك سجل 32 نقطة مع 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة. إلى جانب جيمس تألق كيري إيرفينغ الذي سجل 45 نقطة وأحرز ثلاثية بعيدة المدى في الثانية الأخيرة. لم تجنب كليفلاند الخسارة. فوز أصحاب الأرجاء بعد تألق بول ميلساب وتيم هاردواي اللذين أحرزا 22 نقطة و21 نقطة على التوالي. ريسل ويستبروك يخطف الأضواء من نجوم كرة السلة الأمريكية هذا الموسم وعلى رأسهم الملك ليبرون جيمس. أرقام خيالية حققها ملهم انتصارات أوكلاهوما سيتي ثاندر، آخرها أكثر لاعب يحقق ثلاثية مزدوجة في موسم واحد طوال تاريخ الـ NBA. قبل 4:17 على نهاية مباراة أوكلاهوما سيتي ثاندر ودنفر ناجتس كتب راسل ويستبروك تاريخا جديدا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 42 ثلاثية مزدوجة خلال 80 مباراة نجح من خلالها نجم أوكلاهوما في تحطيم رقم دام 55 عاما كان بطله الأمريكي أوسكار روبرتسون وهو 41 ثلاثية مزدوجة. نجم ميلوكي باكس في سبعينيات القرن الماضي بقي شاهدا على تحطيم رقمه عبر لاعب حمل فريقه على كتفيه طيلة الموسم الحالي وتأهل معه إلى الأدوار الإقصائية. ابن 28 عاما قاد الثاندر إلى فوز صعب على دنفر بفارق نقطة بعدما أحرز 50 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة. ابن مدينة لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا بدأ مسيرته السلوية في الـ NBA عام 2008 مع أوكلاهوما وقد بقي وفيا لقميصه حتى يومنا هذا. عام 2009 حقق ويستبروك أول ثلاثية مزدوجة مع أوكلاهوما عندما أحرز 17 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة. خلال أقل من 10 سنوات نجح ويستبروك في الحصول على العديد من الجوائز الفردية حيث اختير من ضمن أفضل 10 مدافعين في البطولة عام 2008 ثم توج بجائزة أفضل ناشئ عام 2009. عام 2015 دك ويستبروك سلات الخصوم ونال جائزة هداف الدوري الأمريكي ثم حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم عام 2015 و2016. ويستبروك شارك مع منتخب أمريكا ابتداء من العام 2008 حيث توج مع منتخب بلده بذهبيتي أولمبياد بكين وأولمبياد لندن عام 2012. إلى عالم الكرة السفرة حيث سقطت المصنفة أولى على العالم الألمانية أنجيلا كيربر أمام الروسية أناستازيا بافليتشينكوفا في نهائي بطولة مونتيري المفتوحة للتنس. المصنفة ثانية في البطولة نجحت في التتويج بأولى ألقابها هذا العام بعد أن أسقطت كيربر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. الروسية اليافعة رفعت رصيد ألقابها في البطولة المكسيكية إلى 4 فيما خالفت كيربر جميع التوقعات التي صبت في خانة إحراز اللقب بسهولة عند مواجهة أناستاسيا. توج الإسباني سيرخيو غارسيا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بلقب بطولة الأساتذة للغولف التي أقيمت في أوغستا بولاية جورجيا الأمريكية. غارسيا نجح في تحقيق أول ألقابه على الإطلاق بعد أن تفوق على الإنجليزي جاستن روز بعد منافسة شرسة بين اللاعبين أنهاها غارسيا لمصلحته بعد الفوز في منافسة الحفرة الإضافية. الجنوب أفريقي كارل شفارتزل احتل المركز الثالث على حساب الأمريكي مات كوشار والبلجيكي توماس بيترز. يا
في عالم السرعة الإسباني مافريك فيناليس يفوز بسباق جائزة الأرجنتين الكبرى ويعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات الدراجات النارية. فيناليس استغل سقوط بطل العالم مارك ماركيز وخروجه من السباق مع زميله في هيوندا داني بيدروسا فانتزع صدارة السباق حتى نهايته وبات أول سائق مع الصانع يامها يفوز بسباق جائزة الأرجنتين منذ فوز وين راني عام 90. زميل فيناليس مع يامها فالنتينو روسي أنهى السباق في المركز الثاني متقدما على البريطاني كارل كروتشيلو. هكذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية نشرتنا الرياضية. لمزيد من أخبارنا الميادين.net شكرا لكم على حسن المتابعة. تحية رياضية في أمان الله.